وسهلا فيكم متابعينا الكرام بحلقة اليوم من برنامج نساء البلد على إذاعة وطن أف أم. فيكم تتابعونا على الموجة 90.3 أف أم بإدلب والرقة وحلب، وبتقدروا أيضا تتابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام يوتيوب وطن أف أم كل تنين وخميس الساعة 6 بتوقيت دمشق. البحث العلمي باب كبير وواسع وله دور مهم جدا برسم التوجهات السياسية والاقتصادية في أي بلد، ودراسة أيضا التطورات المجتمعية بشكل دقيق. اليوم بدأنا نشوف مبادرات أكبر لدخول النساء بمجال البحث العلمي، ومن هاي المبادرات يلي قامت فيها منظمة لأجل النسوية يلي عملت بحث علمي بجهود نسائية بحتة حول العنف المنزلي. بداية خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع لكم. بحث علمي متكامل حول العنف المنزلي قامت به سيدات سوريات شمالي البلاد. البحث الذي راعته منظمة لأجل النسوية درس أسباب العنف المنزلي وقدم نسبا واقعية حول التعرض لهذا النوع من العنف سواء من النساء أو الرجال. البحث الذي جاء تحت عنوان كسر الصمت تم نشره بعد دعوة لمجموعة من النشطاء لعرض البحث ونتائجه وتوصياته بصورة موجزة وللإجابة على التساؤلات بما يخص المشروع الذي نفذته نساء سوريات. مجال جديد تثبت السوريات أنهن قادرات على الإبداع والنجاح فيه كما غيره من المجالات المختلفة، حيث تعتبر مشاركة النساء السوريات في البحث العلمي والدراسات المجتمعية ذات أهمية بالغة لما له من قدرة على تعزيز مكانتهن في المجتمع، وبما يظهر إرادة المرأة في المشاركة الفعالة في تطويره، كل ذلك فضلا عن توسيع آفاق الدراسات والأبحاث المجتمعية بما يضمن تمثيلا كاملا لمختلف الآراء والتجارب، وبالتالي تحقيق فهم أعمق وأشمل للمشكلات الاجتماعية. أهلا وسهلا فيكم متابعينا من جديد. اسمحوا لي نرحب بضيوف الحلقة لليوم، أمينة محمد الحمد مسؤولة قسم المراقبة والتقييم في منظمة لأجل النسوية، وأيضا معنا فاطمة العلي باحثة اجتماعية في منظمة لأجل النسوية. أهلا وسهلا فيكم ضيفتاي الكريمتان. بدي أبدأ معك أمينة، بداية شو أهمية دخول النساء بمجال البحث العلمي الموسع؟ تفضلي. أهلا وسهلا بيشان. وإحنا طبعا للنساء دور كبير بالعمل إذا بالبحث العلمي ولا غير البحث العلمي، لأن المرأة هي اليوم هي نصف المجتمع. فالبحث العلمي تكمن أهمية دخول النساء في هذا المجال بالعمل البحثي على أنه إحنا نمكنها وتمتلك كل الأدوات اللي الأدوات الموجودة والمهمة بالدراسات بقضايا المجتمع، وتكون هي عايشتها عن قرب حتى يكون لديها فهم معمق لهذه القضية طبعا، وتحفيز أيضا النساء ليكون لهم الفعالية الأكثر في المجتمع، وأنه هي المرأة اليوم تقدر على صنع التغيير الإيجابي بكل المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية. نعم جميل جدا. بدي انتقل لعندك سيدة فاطمة، لماذا اخترتي الدخول بمجال البحث العلمي وإنجاز بحث موسع متعلق بالنساء وخاصة فيما يخص العنف المنزلي؟ طبعا بداية أهلا وسهلا فيكم، أنا أتشرفت بحضوري معاكم بهذا اللقاء. كل الشكر لمنظمة لأجل النسوية، هي اللي أتاحت لي هاي الفرصة بخوض هاي التجربة واختياري حتى أكون أحدى باحثة من الباحثات الخمسة اللي اشتغلنا على هذا البحث العلمي. وإحنا لمن عجبنا هذا العنوان هو العنف المنزلي، نحن النساء الرقيات مرينا بمراحل صعبة جدا بمحافظة الرقة، مرينا بأيام سودة، مرت علينا الحروب، عانينا من الفقد، عانينا من الخراب، عانينا من العنف، عانينا من الكثير من أنواع العنف اللي عانت منه النساء الرقيات. فالخوض بهذه التجربة يتيح لي الفرصة بإني أنا
بمقابل ما آخذ من السيدات أو من النساء أو من الأشخاص الموجودين بالبلد وأشتغل معهم على هذا البحث، أنا أطالع شو في جواتي من عناء ومن مساعب ومن أفكار ومن معاناتي ومعاناة النساء اللي أنا أعرف أنه اللي أنا أحتك فيهم. نعم جيد، بدي أرجع لعندك سيدة أمينة، كيف كانت عم تتم عمليات الإشراف على البنات والسيدات يلي أسهموا بالفعل بهذا البحث؟ طبعاً إحنا البنات اللي ساهموا بعملية البحث وشاركوا هنا بنات من ضمن المجتمع، كل واحدة إلها معاناتها، كل واحدة جاية من بيئة مختلفة، حتى الأعمار كانت مختلفة، فإحنا ما تقيدنا بعمر، فاخترنا كل الفئات العمرية على أنه هي تشارك بعملية البحث. طبعاً إحنا بالبداية أنه تم التعاقد مع باحث طبعاً من الخارج، لأنه إحنا نفتقر وجود حالياً بالرقة على وجود باحثين مختصين. فكان البنات أنه في كل مرحلة من هذه المراحل إلها وقع معين، فأول شيء تدريب الباحثات اللي اخترناهن إحنا على محاور البحث من قبل الباحث، وبعدها المرحلة الثانية هي مرحلة مناقشة الاستمارات، جلسات مع الفريق، بعدين تجهيز والتحليل الاستمارات من الناحية الكمية والنوعية من قبل طبعاً الباحثات، بعدين تنزيل هذه البيانات نبعثها للمسؤول عن البحث ينزل هالبيانات هذه ويجهز الدراسة البحثية. كل محور له يعني باحثة معينة تساعده بالبحث. فكان البنات للأمانة يعني على الخبرة القليلة الموجودة، لأنه ما كان بيعدنا إحنا قبل باحثات ولا كان مدربات تدريب أكاديمي، طبعاً كان المشكورات وعلى عملهن الجبار، لأنه هن مرن بمواقف محرجة بمواقف صعبة وقدرن يتخطن كل هالعقبات هذه، فكان بالفعل بيستعبرينهن احنا نعتبرهن انه هن انجز انجاز عظيم، حتى اذا بدنا نقيسهن اكاديميا انه هن كان بدهم اكاديمي معهن جيد او وسط، لكن احنا نشوف عمر لليوم على سيدات من الرقة. نعم الحقيقة يعني رائع. إذا حكينا يمكن عن موضوع الأعمار، يعني تفضلتي سيدة أمينة حكيتي عن أعمار أو أنه الأعمار بهذا البحث لم تكن مشروطة بمعايير محددة، من أي عمر بدأت التواصل من أجل هذا البحث؟ إحنا بدأنا من عمر الفئة العمرية اللي هي من 23، بعدنا واحدة من البنات أتوقع كان عمرها 25، لحد السيدة فاطمة العلي أم غيث اللي موجودة معانا واللي هي تعتبر إحنا قصة نجاح للبحث للأمانة، لأنه أم غيث على مدى المؤهل العلمي اللي عندها على ما أظن بكالوريا، أم غيث سيدة منزل، أم غيث كانت أثبتت وجودها من خلال المنظمات، فكانت حالياً أم غيث يعني علم محافظة الرقة ومثال تحتذي بي كل النساء. فإحنا كانت هاي شكراً على الإطراءات اللطيفة، أنا ما أصل لهذا المستوى، مشكورة. لا عن جد أم غيث، فالتجربة كانت حيل يعني بيها فائدة الكثير من النساء، يعني ما تجيش اليوم تقولش أنا ما عندي شهادة جامعية، أنت ممكن تجيبين شهادة جامعية لكنها ما تنتج الإنتاج اللي أنتجته مثلا سيدة طلعت إحنا نعتبرها من المطبخ وانطلقت باتجاه العمل المدني. نعم نعم جميل، ربما يعني رح نتوسع بهذا الموضوع وبتجربة السيدة فاطمة أم غيث، ولكن نعرف إذا فاطمة خضعت لتدريبات معينة قبل الدخول بهذا المجال. بالنسبة للتدريبات هو تدريب بسيط جدا كان من قبل المشرف اللي من الخارج، وكانوا الصبايا الأنسي أمينة والأنسي صباء فريج بتعليمات وباجتماعات مطولة
فأخذنا منهم تعليمات وأخذنا منهم شوية تدريبات على نهج البحث وعلى آلية التعامل وعلى آلية مثلاً الأعمار اللي بدنا نستهدفها، النساء، النازحين، المقيمين، الوافدين، المجتمع المضيف، يعني قضايا تهم الأشخاص اللي نحن رح نستهدفهم وناخذ منهم المعلومات أو نسوي معاهم الاستبيانات. طبعا هو البحث احنا عملنا تقريبا شيء 25 مقابلة فردية مع أشخاص مفتاحيين وأشخاص مؤثرين وتجار ومزارعين وفلاحين من جميع شرائح المجتمع، وبيعنا 200 استبيان اشتغلناهم كمان على مدى تقريبا شيء 10 أيام أو أكثر. لكل صبية من الصبايا 40 استبيان كانت تشتغلون. كمان استهدفنا فيها من جميع شرائح المجتمع الرقي، وأخذنا من النساء، وكانت الأعمار من سن 18 وما فوق، يعني استهدفنا الأعمار من سن 18 وما فوق. بالإضافة عملنا زيارات للمنظمات، منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية انترناشيونال. المنظمات اللي في عندهم مشاريع للنساء اللي عم يشتغلوا على تمكين النساء. كمان عملنا جلسات مركزة استهدفنا بها نساء ورجال. فكان محور الحديث أو محور الجلسة كان هو من الأسئلة اللي كان يتضمنها البحث العلمي. نعم جيد. نرجع لعندك سيدة أمينة، شو هي الأدوات يلي تم استخدامها من قبل الباحثات لديكم بالمنظمة؟ طبعا أول شيء إشراف أخصائيين من البحث العلمي. طبعا إحنا نوهت لك من قبل أنه نعم. الباحث كان من خارج سوريا. استخدام أداة، أول شيء هي استطلاع الرأي مثل ما تحدثت أم غيث، أنه استهدفنا المدينة والريف القريب من المدينة، مقابلات شخصيات مفتاحية لا يقل عن 25 شخصية يتمتعون بالخبرة والمعرفة في قضايا العنف ضد النساء. بعدين بعدنا أداة ثالثة زاد أيضا استخدمها البنات، هي مجموعات الحوار المركز أيضا لاستطلاع رأي، لأنه أنا ممكن ما أكون حققت الهدف بالاستبيان أو بالحوار، فأجي بالحوارات المركزة راح تكون أشمل. بعدين حللنا هالبيانات هاي لنكون صورة شاملة. بعد تحليلنا للبيانات النوعية والكمية قدرنا نحدد الأنماط والأشكال السائدة للعنف الأسري، لأنه أنت عندك العنف الأسري له أيضا أشكال، ممكن عنف الأب لابنه، عنف الزوجة مثلا البنتها، ممكن يكون عنف الزوج للزوجة، ممكن يكون العنف ضد مثلا أحد كبار السن الموجودين من بالمنزل. فالعنف له أشكال، ممكن يكون عنف لفظي، ممكن يكون عنف جسدي الموجود بالبيت. وحاليا إحنا يعني بهالفترة هاي العنف السائد هو العنف الأسري، طاغي على أكثر أنواع العنف. وأي نوع من أنواع العنف الأكثر السائد أكثر بالمجتمع حاليا؟ العنف الداخل المنزل هو العنف الأسري من خلال اللفظ، يعني من خلال إذا اللفظ مثلا بين الأخ الأخته، يعني هاي كلياته يعتبر عنف. العنف الجسدي حاليا هو الأكثر، يعني كمجتمع بدنا نقيسه بالشكل المجتمعي العنف الجسدي. إذن العنف الجسدي ضمن الأسرة الواحدة هو الأكثر اليوم بالمجتمع. فاطمة بدي أرجع لعندك، هل برأيك الجهود المعمول بها بالمنطقة كافية لتطوير أدوات البحث العلمي لدى السيدات؟ الجهود اللي اشتغلوا عليها الباحثات والمشرفين والقائمين على البحث هي جهود كبيرة وجبارة. نعم. وإنما البحث العلمي والدراسات العلمية والأشخاص القائمين على البحث هم بحاجة لجهود أكبر، لجهود مكثفة، لتدريبات أكاديمية، لأشخاص مختصين يقومون بتدريب هذول الناس حتى إحنا نحصل على أبحاث علمية صحيحة وجيدة. يعني
طيب إذا بحاجة لدعم أكبر ولجهود طبعا أكبر بهذا السياق. أمينة، شو النقص الموجود ويلي بتعاني منه الباحثات بالمنطقة؟ إحنا حاليا إنه كمنطقة بالرقة ولا غيرها، إحنا ما عندنا باحثة أكاديمية. إحنا مشروع تدريب لباحثات. مواطن نقص كثيرة، أولها إنه إحنا نوصل الكفاءات والخبرات في مجال البحث العلمي مي موجودة. نقص الفرص تدريبية، يعني أنا ما عندنا الفرص التدريبية أو مشاريع أو هاي إنه ندرب سيدات خاصات للأبحاث العلمية. أيضا الباحثات روم يعني حب للعمل هذا، لكن بي أيضا بيضغط عليهن اللي هو تحديات ضمن المجتمع، أنه هن عانن كثير خلال مثلا البحث على أنه هن تتنمر عليهن بعض الشخصيات مثلا، أو بعض، لأنه أنت اليوم لما أنت رايحة باحثة تسألين عن شيء، أول ما يسألك أنه أنت جاية توزعي لي معونة أو بيعندش كرت مول أو من هالأمور هذه. ايضا المناطق البعيده عن مركز المدينه ايضا بها صعوبه بالنسبه للسيدات. ايضا بعدنا المنظمات، مو كل المنظمات يعني تشتغل بهالمجال هذا، واقدر اقول لك احنا لاجل ان نسويها هي المنظمه الوحيده اللي اشتغلت بموضوع الابحاث. يعني احنا هذا ثاني بحث صار نطلقه، فبيرفض من المنظمات اذا دوليه ولا محليه لتقديم المساعده. يعني ممكن هي عندها توجه، ممكن عندها هي دارسه احتياج منطقه معينه، طب شنو هالاحتياج هذا؟ ما حدا يقدم، ما بيتعاون بصراحه بين المنظمات الامور البحثيه. فهاي المعاناه اللي عانها الصبايا خلال البحث العلمي. نعم. طيب بالنسبة للبحث يلي قمت فيه مؤخرا، ممكن تحكي لنا أكثر عن الفريق النسائي يلي ضمه هذا البحث وشارك في هذا البحث؟ طبعا الفريق السيدات هن 5 سيدات ناشطات من المجتمع المدني. طبعا كل واحدة ثقافتها تختلف، شهادتها تختلف، اجتماعيا باختلاف قوميات. طبعا يعني أحب أنوه إنه أم غيث، لو أني ما أحب كلمة قومية أو طائفية أو كذا، بس خيتو أريد نقول لك من أهلنا الكراد، يعني خليني أقول لك إياها. فإحنا كنا إن يعني نحاول على إنه إحنا نشرك كل السيدات الموجودات بالمجتمع الرقة، جميع الفئات الموجودة بالمجتمع. بنقصد هون نازح ولا مقيم ولا جاية من الريف ولا جاية من مثل من محافظة ثانية. حبينا إنه نشرك لأنه كل واحد عنده ثقافة، كل واحد عنده نوع معين يصفي بيناتهم انسجام وتعاون بالعمل. يعني هاي عدا فكرة أضيفها لزميلتها. ولاحظنا احنا من خلال الفئة العمرية ما كانت يعني محددة، كانت متفاوتة من 25 إلى 55، واحنا لاحظنا هالتفاهم هذا والنسيج الحلو اللي سوونه البنات من خلال عملهن، من خلال عملهن التشاركي. حتى إذا وحدة ظرف أو ضغط معين، الثانية تشيل عنها وما بأي يعني من دون أي تحفظ على الموضوع، أنه لا أنا هذا أشتغل، هذا مجالي، عندي كذا استبيان كذا هاي ونهيت وانتهى الأمر. لا بالعكس، إحنا كنا نشوف عبارة عن خلية نحل غطي غيابها، يعني من الصبح يرجع نهاية الدوام بكل أريحية. فكانت بكل وحدة تشيل عن الثانية، وما نحس إحنا كمنظمة أو إدارة منظمة إنه بي شخص غايب أو شخص مو موجود. يعني بنرجع لعندك فاطمة، كيف كان تفاعل المشرفين على الباحثات ومن كان هؤلاء المشرفين أيضا؟ يمكن نوهنا عليه سابقا خلال الحلقة، ولكن تفاعل المشرفين كان تفاعل جميل جدا، كان بيروح الفريق. بالنسبة كنا إحنا فريق واحد، منظمة لأجل النسوية، ما في عنا مدير وكلينر، نحن كليتنا مثل بعضنا. يعني من المدير وأنتي نازلة، الجميع نتعامل بنفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس الآلية. المشرفين كانوا رائعين جدا. كان الأستاذ محمود العيدان هو كان مدير المشروع، كانت الأنسة صهباء، الأنسة أمينة كانت متابعة وتقييم. نحن 5 صبايا، طبعا اسم باحثات اسم كبير وفضفاض،
لكن احنا نطمح انه نصير باحثات ان شاء الله بالمستقبل. كان في عنا من الخارج الانسي علا والاستاذ باري عبد اللطيف، هن اللي كانوا متابعين عملنا، ولما كنا نبعث الشغل هن يقوموا على تحليله ويقوموا على إعادة هيكليته وإشو بي نقص أو بي زيادة أو في ثناءات، الاتصال مباشر معاهم، وكانوا دائما موجودين مثل ما يقولوا أهلنا بحلب عن ندهة، يعني لما نبعث له مباشرة يردوا مشان يصححوا أو يثنوا أو كذا، يعني هيك زين. كان في تنسيق على مستوى، يعني كان فريق جدا رائع وكانت التجربة جدا رائعة. شو أهمية أنه المرأة نفسها تقوم بأبحاث علمية بقضايا متعلقة بالمرأة نفسها، إذا قضايا بتخصها؟ هلق في مثل بيقول أعطي الخبز للخباز لو أكله كله. نعم. لما نحكي عن قضايا المرأة وعن قضايا العنف المنزلي وعن قضايا اللي بتخص المرأة، يعني مو بالضرورة العنف يكون مثلا هي تتعرض للضرب أو تتعرض للإهانة أو تتعرض للعنف اللفظي أو تتعرض لهذه القضايا. الحالة الاقتصادية هي أكبر عنف بالنسبة للأم لما ما تقدر تأمن لأولادها. احنا حكينا عن العنف المنزلي، اذا لما حكينا عن العنف المنزلي، العنف المنزلي يتناول الام والاب، يتناول كل الاسره، يعني ايش قد الحاله الاقتصاديه مؤثره جدا على الاب لما يشوف ابنه بحاجه مثلا لكورس تعليمي وهو ما يقدر يامن حق هي الحاله، ايش قد يكون الاب قدام انه ما في يطلع، ما في يطلع من البلد ياخذ ابنه المريض على غير محافظه او على دمشق خلينا نقول انه يعالجه، وهو حدا ما في يطلع، ايش قد هذا العنف، العنف قوي وفي مثل ما يقولوا قهر للرجال. فالنساء هن دائما شايلات الهم، حمالات الهموم، بدها تشيل هم الاب وبدها تشيل هم الولد وبدها تشيل هم اللي يتعلم وبدها تشيل هم كله، هذا يشكل الاعباء، هي كلها بتشكل عنف على المراه. المرأة هي أكثر حدا بتحس بهي المعاناة وبتحس بهي الأوجاع وهي الهموم، فهي أتوقع أنه هي أكثر حدا تقدر تعطينا المعلومات عن البحث بشكل دقيق وحقيقي بكل أطرافه، بعاطفته، بألفاظه، بعمليته الحيوية، بكل شيء، بكل الطرق وبكل المجالات. إذن هي أنا أتوقع هيك، يعني أنا أقول إنه هيك. وأمينة رجعت انضمت معانا، ممكن تقدري تسألي نفس أكيد. السؤال. كان سؤالنا سيدة أمينة حول مدى أهمية أن تكون المرأة هي من تقوم بالأبحاث العلمية الخاصة بالقضايا المتعلقة بالمرأة نفسها، قديش أهمية هذا الموضوع؟ طبعاً موضوع البحث الخاص بالنساء أنا أعتبر إنه ما تقدرين تاخذين المعلومة الحقيقية والمعاناة الحقيقية إلا من المرأة نفسها، لأنه أبحاث القضايا المتعلقة بالمرأة تتيح لها الفرصة بأنه هي تعبر عن قضاياها بمنظور أوسع، وأنه يسمح لديها تسمعوني يا بنات الفهم المعمق وحل مشاكلها. أنا مو سمعاني أبداً ولا شيء. وحل مشاكلها والوقوف على جذور هذه المشكلة. طيب رح طبعاً وتحفيزاً للتحفيز للبعض للوصول إلى حلول لهذه المشاكل. فأنا اليوم أؤمن بقدرة المرأة على عمل البحث إلى منظور تدريب أدوات تشتغل فيها. فإحنا يعني اليوم نقدر نقول حطينا إيدنا أو على اللبنة الأولى أو ثبتنا قدمنا على الطريق باتجاه البحث، لكن أنا بحاجة إلى تدريب لهاي النساء ليكونن أقوى بالأدوات، أقوى بالمادة البحثية، لكن هن عندهن القدرة على أنه يقدمن أبحاث رائعة، لأنه مشاكلهم هي مشاكل أي وحدة بينا، هي مشاكل كل النساء الموجودات، كل النساء السوريات. فاطمة، شو الصعوبات اللي واجهتك أثناء القيام بالبحث العلمي الخاص بالعنف المنزلي يلي أديته بالفترة الأخيرة؟
والله من أهم الصعوبات في بعض المنظمات ما رضيت تعطي استبيانات إلا بدها موافقة تكون موجودة معك وأنت شايلتية لتدخلي وتحكي بهذا الموضوع، منها المنظمات الدولية طبعاً، يعني حتى الاستقبال كان من برا أنه في عنف. يعني أنا بالنسبة لي، أنا لما ما حدا يستقبلني بطريقة جميلة أحس أنه أنا تعنفت، فلا من الباب ودقيقة، أو لا نحكي مع فلان ولا نحكي مع علان، هيك هي حسيت أنه كانت صعوبة. الصعوبات الثانية أنه إحنا كانت الأماكن اللي استهدفناها شوي متباعدة، يعني كان بصعوبة بالوصول. الأحوال الجوية كانت ما شاء الله، كانت الأمطار ما شاء الله يعني كلها خير، وكنا نمشي بالمطر، فنستقل دائما وين ما بدنا. لما نكون عم نمشي مشي احنا نستهدف اكثر عدد، يعني كنا ناخذ كثير شرائح متنوعه او ناخذ اراء متنوعه، لكن لما بدك تركبي سياره وتروحي بدك تستهدفي حدا معين، تطلعي تروحي لعنده. بس الحمد لله توفقنا بهذا الموضوع. وفي كمان صعوبات انه ببعض الناس ما كان في عندهم ترحيب، بالمقابل في بعض الناس كانوا لما تسأليهم السؤال، وخاصة بالاستبيانات هو السؤال اختياري، أنت بدك تختاري إجابة معينة، هو ما يوقف عند موضوع الإجابة، كان يستفيض بالشرح ويقدم لك آراء حلوة وتستفيدي كثير من الآراء اللي كانت مطروحة. إذن هاي أبرز الصعوبات اللي واجهتكم، هي يمكن رفض بعض المنظمات الإدلاء بمعلومات خاصة فيها، وأيضا موضوع التنقلات والأجواء الغير مناسبة يمكن للعمل. أمينة، الأحوال الجوية. نعم، شو أهمية أو برأيك قديش ممكن موضوع البحوث العلمية وخاصة الخاصة بالنساء والمتعلقة بقضايا المرأة، لأي درجة ممكن تسهم بشكل فعلي لفهم أوسع للنساء بقضاياهن؟ طبعاً الأبحاث اليوم الخاصة بالنساء، اليوم كثير من النساء يجهلن الحقوق المدنية إلهن، ولا حتى حقوق الشخصية. فأنت اليوم من خلال هالأبحاث هاي سلطتي الضوء على حقوق المرأة في المجتمع. أيضاً المرأة تستطيع، المرأة الباحثة تستطيع أن تحلل هذه الأمور بشكل موضوعي ومنطقي، لأنها الأمر يعنيها، فينعكس هذا الأمر إيجابياً على وعي المرأة والتعامل أيضاً بشكل إيجابي مع قضاياها، لأن المرأة هي التي تحس أيضاً بالمرأة، وهي اللي يعني اللي تقدر المعاناة الخاصة بها. فإحنا اليوم نحتاج إلى أبحاث لمعالجة قضايا المرأة، لأن المرأة عندها قضايا كثيرة، قضايا مهمة أيضا، بعدنا كثير أمور المرأة عانيها، هو موضوع التعليم، هو موضوع العمل، موضوع الميراث، موضوع يعني مواضيع، موضوع الطلاق التعسفي مثلا، موضوع زواج القاصرات، نحتاج الى اشياء كثيره. يعني اليوم نقص على هذه الامور ان شاء الله ابحاث قادمه نستطيع ان نخش هذه القضايا. نعم، يبدو انه في مشكله بالانترنت لديك سيده امينه. فاطمه بدي ارجع لعندك، شو الاضافه يلي حصلت عليها من الدخول بمجال البحث؟ يمكن عرجتي على هذا الموضوع خلال الحلقة، ولكن إذا بنكون محددين أكثر. والله الإضافة اللي أضاف إنه أنا أولي خضت هي التجربة، أول شغلي إنه أنا خضت هي التجربة، يعني هي فرصة ممكن ما تتاح لأي حدا، وكانت تجربة رائعة جداً. أضافت لي أنه أنا توسعت بالمعلومات وأخذت معلومات غنية من الأشخاص اللي التقيت فيهم. التقينا بأشخاص ما كنا مثلاً ما كنا متوقعين أنه إحنا رح نلتقي بيهم، التقينا بشخصيات مفتاحية وشخصيات مؤثرة. القبول اللي لاقيناه من هذول الأشخاص
قاعدة المعارف اللي صارت عندنا، لما انضوينا على كثير من القضايا اللي كانت غامضة، كانت موجودة بالمجتمع لكن ما حدا مسلط الضوء عليها. نعم. فبهذا من خلال الأسئلة ومن خلال الشغل على هذا البحث تسلط الضوء على هي القضايا، وصار بي عنا أفكار موسعة. إحنا تمكننا، صار بي عنا إمكانيات إنه نحن نروح ونلتقي بالناس ونتواصل مع الناس، وصار في عنا مهارات بالتواصل، مهارات باللقاءات، مهارات بأخذ المعلومات، مهارات بإعادة صياغة القضايا أو صياغة التقارير، أو يعني تعلمنا كثير كثير، يعني كثير العديد من المهارات وخبرة جديدة وقاعدة معارف حصلت عليها فاطمة من خلال هذا البحث. نتمنى لك كل التوفيق والاستمرارية والقيام ببحوث أكبر والمزيد من البحوث لفهم قضايا المرأة والتسليط الضوء عليها لتحسين واقعها وتمكينها في المجتمع. أخيرا مع أمينة، النتائج والتوصيات يلي توصلت لها من خلال هذا البحث شو هي؟ بعد ما أكثر من المجتمع، وإحنا تقبلنا الملاحظات منهم بكل رحابة صدر. بالعكس، إحنا لما أنت اليوم أي ملاحظة عين الاعتبار، إن لأنه يعني عبر عنها الحضور توصلني نجاح أكثر، أعطين أمام رؤية الله. دائما بنهاية أي رح نطلق بحث يكون خاص بالنساء. من التوصيات اللي أخذناها بعين الاعتبار، أو من التوصيات اللي إحنا زاد إحنا نتمنى العمل عليها، بشكل خاص مع الأمور الإسرائيلية، بعد قوانين لما عاد أيضا وأحكام واضحة للبيت الناجيات. بعدنا التمكين الاقتصادي، إن المرأة تكون متمكنة اقتصاديا مستغلة بذاتها. أيضا لأن الموضوع التمكين الاقتصادي، لما تكون المرأة يعني مرتاحة ماديا هي راح تكون مرتاحة ببيتها. نعم. مرتاحة مع أولادها، مرتاحة مع عائلتها. فلذلك التمكين الاقتصادي من خلال المشاريع الصغيرة، وأيضا الشركات المحلية أو المنظمات الدولية، أنه وجود فرص عمل لهذه النساء، أو من خلال سوق العمل، أنه المرأة العاملة أو عندها قدرة على العمل وتنزل على سوق العمل، أنه يكون متاح لها الموضوع هذا. أيضا حملات توعية وتثقيف، أنظمة الدعم على مستوى المجتمع، إنشاء مراكز مجتمعية توعية تأثر أيضا بال الموضوع هذا، لأن الموضوع يعني من الأسفل بين المنظمات المحلية من أجل تطوير نظام هذه النساء. عزيز في وصلت الصورة. يبدو في مشكلة لديك لدى حضرتك في الإنترنت سيدة أمينة. قبل ما نختتم مع حضراتكم، بدنا نتابع مع بعض استطلاع الرأي اللي أجراه مراسلو وطن اف ام، وسألوا في سوريين شو رأيك، أو برأيك شو هو سبب قلة عدد الباحثات السوريات المتخصصات بمجال البحث العلمي من النساء السوريات، وهيك كان جوابهم. هلا أنا بقول السبب الأساسي هو إنه ضعف شبكة الإنترنت بالأخص بسوريا، لأنه أنا وقت البحث العلمي تبعي مشروع التخرج كان كتير صعب عليه بسبب ضعف شبكات الإنترنت عنا وقلة وقت النساء يمكن، أو ما عندهم وعي على موضوع التخصص بالمجال البحث العلمي.
سابقا ما كان في عنا هالتطور التكنولوجي الكبير اللي هلا نحن موجود عنا، ما كان في عنا هالفرص الموجودة حاليا. بحكم انه في عنا هلا الوعي عم بيزداد شوي شوي، بتمنى من كل النساء انه يكون في عنا نساء متخصصات في مجال البحث العلمي. عدد الباحثات السوريات عنا قليل، كون المرأة عنا بالمجتمعات الشرقية ما لازم تشتغل، وما خاصة بشغل الباحثة، كون الباحثة بدها طبيعة عمل منيحة وأمان، وعنا الأمان كمان متوفر كتير بهالمجتمعات. كمان عنا لسه في العادات والتقاليد اللي عم تجعل المرأة خلاص ما تشتغل بهالمجال بسبب فرض الذهنية الذكورية والعادات والتقاليد لقيادة المرأة وهي دخولها في هذه المجالات. فأنا في رأيي يجب على المرأة أن تدخل في مجال العمل وتقوم بعمل على تحصيلها العلمي وتشارك الرجل جميع الجانب. بسبب قلة عدد الباحثات المتخصصات في مجال البحث العلمي كسوريات، بسبب تقييد القوانين المعتمدة على الشريعة الإسلامية عليها، مما يساعد في تضييق الخناق على عمل المرأة في هذه المجالات. كما أننا نعيش في مجتمع شرقي تفرض على المرأة العادات والتقاليد البالية، ولم تكن المرأة واعية بحقوقها، مما أدى إلى نقص عدد الباحثات المتخصصة. عدم فتح المجال أمام المرأة ودخولها في مجال البحث العلمي، هذا المجال كانت محتكرة على الرجال فقط، وأيضا المرأة لم تكن واعية بحقوقها لتقوم بإثبات ذاتها ودخول إلى مجال العمل، وخاصة منها البحث العلمي. بالختام ما بدي أتشكركم كل الشكر ضيفتي، كنت معي بهي الحلقة أمينة محمد الحمد مسؤولة قسم المراقبة والتقييم في منظمة لأجل النسوية، وأيضا كانت معنا فاطمة العلي الباحثة الاجتماعية في منظمة لأجل النسوية. شكرا كتير لكم ضيفتي. الشكر الأكبر لكم مستمعينا ومشاهدي وطن اف ام على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج نساء البلد، حكينا فيها عن النساء السوريات في مجال البحث العلمي. إلى لقاء قريب بإذن الله.